ما الفرق بين there is and there are؟ نستعمل there is to talk about one thing. نستعمل there is حتى نتكلم عن شيء واحد. مثلا there is a cat in my house. يوجد لدي قطة في منزلي أو عندي قطة في منزلي. وكمان فينا نستعمل there is to talk about uncountable objects. نستعملها أيضا حتى نتكلم عن الأشياء الغير معدودة أو التي لا يضاف لها اس الجمع، مثل love, happiness, snow, air, etc. For example, there is a lot of snow in Canada. يوجد ثلج كثير في كندا أو تثلج كثيرا في كندا. أما there are, we use it to talk about countable objects. نستعمل there are حتى نتحدث عن الأشياء المعدودة أو التي يضاف لها اس الجمع. For example, there are a lot of books in my house. يوجد لدي كتب كثيرة في منزلي. لو أعجبك الفيديو اضغط لايك ومتابعة.